السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة كيفاش نصايبو بلاكار كوليس ديال الحيط. إذا كان عندك شي سيبار هنا الوسط غادي تحيدو تقطعو بمنشار. في العرض كيخصك تزيد في الباب 2.5 سنتيم، وفي الطول كيخصك تنقص 2.8 سنتيم بحال الفوق بحال التحت. أول حاجة غادي نبدا نغلف الكادر من الداخل بسيكات ديال الكونتر بلاكي يكونوا في اللون ديال الابواب اللي غادي نركب. كنبدا نقطع السيكات على حساب العبارات اللي عندي. فبعد ما غادي نقطع السيكات ديالي كاملا غادي ناخذ الكولا فلومبو وغندهن السيكات ديالي، غندهنهم مزيان بالكولا فلومبو. فبعد ما غادي ندهن السيكات كاملا بالكولا دابا غادي ندهن الكادر. فبعد ما غادي ندهن الكادر كامل بالكولا فلامبو كيخصني نخليه 15 دقيقة او 20 دقيقة حتى كتنشف الكولا. باش كنعرف الكولا باللي راه نشفات كنقيسها بالاصابع ديالي وما كتبقاش تلصق في الاصابع، ديك الساعه كتعرفها راه نشفات. من بعد كتبدا تلصق السيكات كتغلف بهم الكادر. فكنتمنى من جميع الاخوان اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي ما ينساوش يديروا لايك ويشتركوا في القناه ديالي باش يدعموني، وشكرا. فبعد ما غادي نغلف الكادر ديالي كامل بالسيكات من الداخل دابا غادي نبدا نقطع الشومبرا باش نغلف بها الكادر من برا. الشومبرا انا درت فيها 10 سنتيم، كل واحد وشحال كيبغي يدير فيها على حسب الا كاين عندك شي عوجيه في الحيط ولا شي حاجه كيخصك تغطيها بالشومبرا. قطعت الطرف الاول وغادي نركبو الفوق. دابا غادي نقطع الطرف ديال الوسط حتى هو بنفس الطريقه، غادي نقطعو غادي نركبو وندير فيه 3 د الفياس حيت عندي الماريو فيه غير 1.50 متر. غادي ندير غير 3 د الفياس وعلى حساب الحجم، الا كان البلاكار عندك كبير فيه 2 متر ضروري خصك دير 4 د الفياس اولا 5 د الفياس. والفيس في الاخر كنغطيه بكاش فيس، ما كيبقاش باين البلايص ديال الفيس كيتغطى. دابا غادي نقطع الشومبرات ديال الطول، وحده غتجي في اليمين وحده في اليسار. بنفس الطريقه حتى هما غادي نركبهم.
فبعد ما غادي نركب الشومبرا ديالي هذا هو الشكل ديال الشومبرا، الكادر كامل كيتغلف. دابا غادي نبدا نقسم الماريو من الداخل باش نركب الطباقي. بالنسبه للطباقي كل واحد شنو كيبغي يدير، كاين اللي كيبغي يدير الطباقي في اليمين وطباقي في اليسار، كاين اللي كيبغي يدير ثلاثه ديال الطباقي في اليمين وطبقه واحده في اليسار والتعلق على حساب الكليان شنو بغى. فإذا لاحظتوا معايا انا عندي البلاكار ما غارقش بزاف، يلا عندي فيه شي 30 سنتيم في الغرق. بالنسبه للغرق راه كتخدم على حساب العبار اللي عندك في الحيط، كان عندك البلاكار غارق راه كتخدم له السيبارات ديالو على حساب العبار اللي كاين عندك. شوفوا انا غادي نقسم البلاكار على ثلاثه، غادي ندير ثلاثه ديال الطباقي في اليمين وثلاثه في اليسار. نلصق الباكيطاج في السيبار، بعد ما غادي نلصق الباكيطاج في السيبار غادي نحفر في الحيط ونركب الباكيطاج في الحيط. كما كتشوفوا معايا الاخوان دابا غادي نحفر بالميش ديال 8 شينيور ديال الحيط. فبعد ما غادي نحفر غادي ندير الشوفيات ديال 8 وغادي نفيسي دوك الباكيطات ديالي، الباكيطات اللي غادي نحط عليهم ان شاء الله الطباقي. غنحط السيبار ديالي في الوسط وغادي نبدا نحط الطباقي، كنحط وحده لتحت وحده في الوسط وحده الفوق. غادي نفيسي الطباقي باش يشدوا لي السيبار. فبعد ما فيسيت الطباقي ديال اليمين دابا غادي نفيسي الطباقي اللي عندي في اليسار. مركبش الطباقي ديال اليسار دابا غادي نقاد الشابو، يعني الطبقه اللي غادي تقسم لي البلاكار ديال الفوق مع البلاكار ديال التحت. فالبلاكار ديال الفوق ما كيكونوا خلاص كما كيكونوش فيه الطباقي، الا بغيتي تخزن فيه شي ملايات ولا شي حاجه ولا شي شنطه ولا شي حاجه بحال هكا. صافي بعد ما ركبت الشومبرا وركبت الطباقي دابا غادي نقطع السكات، ناخذ السكات ديالي العبار اللي عندي لداخل غنقطعو في السكات، العبار اللي عندي في الكادر غادي نقطعو حتى في السكه. ناخذ ليمون صغيره وليمون شارد الحديد اللي كاينه متوفره عندكم ماشي مشكل، ليمون شارد الحديد اولا ليمون بجوج بهم كيخدموا مزيان.
كما كتشوفوا معنا الاخوان، بعد ما قطعت السكات الكبار ديال الفوق دابا كنقطع السكات اللي غادي يجيو لتحت. بعد ما قطعت السكات دابا كنحفر البلايص فين غادي نركب السكه بالفياس. بعد ما قطعت السكات ديالي دابا غادي نبدا نركب الروايد ديال الكوليس في البيبان. كتشوفوا معايا الاخوان، هادو هما البيبان. كما كتشوفوا كنركب الروايد ديال تحت وكنركب الروايد ديال الفوق حتى هما. فبنفس الطريقه غادي نركب الروايد للبيبان كاملين اللي عندي. بعد ما ركبت الباب الاول هذا الباب الثاني، والبيبان الصغار بجوج بيهم حتى هما، هي الاول هو هذا، هذا الباب الثاني، دابا غادي نركب السكات ديالي في بلاصتهم. نركب السكات التحتيه الاولى، موراها غادي نركب السكه الاولى اللي عندي الفوق. فكما كتشوفوا معنا الاخوان غادي نركبوا السكات ديالنا كاملين بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله وبسيطه. بعد ما ركبت السكات دابا غادي نبدا نحفر المجيبدات. غادي نتراسي بالمتر كما كتشوفوا معايا هكا. فبعد ما غادي نتراسي بالمتر غادي نحفر بالشوكه ديال الخمسه. نجيب داك الشوكه ديال الخمسه وغادي نحطهم في بلاصتهم هكا، ثم غادي نتراسي بالفلتر اولا بالستيلو، لقاش الخشب ديال الام دي اف ما كيجيش فيه الستيلو مزيان، من الاحسن يكون الفلتر. غادي نحفر بالشوكه ديال الشارنير كبيره. بعد ما غادي نحفر بالشوكه ديال الشارنير كبيره غادي نكمل الحفير بالمربوع. صافي، ملي غادي نحفر بالمربوع غادي نفيني الحفره مزيان باش تدخل المجيبده، تدخل بسهوله، تدخل مزيانه. صافي، غادي ندخل المجيبده ديالي وغادي نلصقها الكروات ديالها من اللور وصافي، وغادي نبدا نركب البيبان في بلايصهم. كتشوفوا معايا ركب الباب الاول في السكه اللي لداخل، بعد ما ركبت الباب الاول دابا غادي نركب الباب الثاني. بعد ما ركبت البيبان ديال الفوق وقديتهم
كيتسدو مزيان. دابا غادي نركب البيبان ديال التحت حتى هما هي باش يبقاو يتسدو مزيان. كنحط الباب في السكه ديالو وكنزير الفيسات اللي لداخل ديال الروايض هما اللي كيهزوا الباب باش كيبقى يتسد ويتفتح مزيان. فكما كتشوفوا معنا الاخوان هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش تديروا لنا لايك وتديروا اشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش ينتشر الفيديو. وشكرا.